السلام عليكم. وسط تفاعلات إقليمية ودولية بشأن موقع إيران في المنطقة ودورها المستقبلي، تنشط المعارضة الأحوازية لنظام الحكم في طهران مؤتمران متتاليان عقدتهما المعارضة يومي السبت والأحد الماضيين بحضور مسؤولين وشخصيات عربية وغربية، في مؤشر يراه الأحوازيون زخما يكتسبه حراكهم من أجل قضيتهم. كيف جاء المؤتمران وكيف تنظر طهران إليهما؟ ولماذا تبدو المعارضة الأحوازية مشتتة؟ وما طبيعة العلاقة بين الدول العربي والملف الأحوازي؟ هذه الأسئلة تشكل صلب حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، التي تتناول تطورات المشهد الأحوازي، خصوصا في ظل نشاط أمني ملحوظ للمخابرات الإيرانية يستهدف معارضين أحوازيين في أوروبا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. الأحواز للتصدي للإرهاب الإيراني، شعار رفعه المؤتمر الذي نظمته حركة النضال الأحوازي قبل أيام في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تزامنا مع مؤتمر آخر استضافته العاصمة البريطانية لندن ونظمه المجلس الوطني الأحوازي تحت عنوان سبل مواجهة الإرهاب الإيراني العابر للحدود. وبحسب القائمين على المؤتمرين، فإنهما يهدفان إلى فضح ما يمارسه نظام طهران من سياسات عنصرية وإرهاب ضد مكونات المجتمع الإيراني، لافتين الانتباه إلى أن هذه السياسات وذلك الإرهاب يمتد إلى خارج الحدود الإيرانية ليقمع المعارضين في الخارج، وهو ما جرى بالفعل قبل أسابيع حين أحبطت أجهزة الأمن الدنماركية محاولة إيرانية لاغتيال رئيس حركة النضال الأحوازي حبيب جبر وقياديين أحوازيين آخرين. وفي سياق المؤتمرين الأحوازيين، بدا الحضور العربي لافتا، إذ شهد المؤتمران مشاركة من قبل حقوقيين وسياسيين وإعلاميين من مختلف الدول العربية، في مؤشر على التوجه العربي لدعم القضية الأحوازية في مواجهة نظام طهران الذي مد نفوذه عميقا في قلب المنطقة العربية وأوغل في دماء شعوبها في أكثر من دولة. غير أن ذلك الحضور العربي بدا في رأي المحللين مؤقتا ومرحليا، فالأحواز احتلت عبر صفقة بين إيران والمحتل البريطاني الذي كان يرسم آنذاك خرائط الشرق الأوسط كيفما يحلو له، صفقة يراها كثيرون شبيهة بما جرى في فلسطين. رغم ذلك، فالصوت العربي إزاء قضية الأحواز طوال عشرات السنين كان خافتا لا يكاد يسمع، وإنما يعلو ذلك الصوت الآن مدفوعا بشعور عربي متصاعد بالخطر الإيراني. في المقابل يرفع آخرون شعار أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا، فالأحوازيون يحتاجون الدعم العربي لقضيتهم، ومن مصلحة الدول العربية إجبار نظام طهران على التراجع إلى داخل حدوده، بل إن الطرفين عليها استثمار العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد طهران من أجل حصد مزيد من المكاسب على صعيد القضية الأحوازية وكذلك على صعيد الصراع العربي الإيراني، فهل يفعلون؟ هذا الموضوع أبحثه عبر سكايب مع كل من ناصر العوفي من ستوكهولم الباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومن أمستردام سعد الكعبي رئيس المكتب الإعلامي لمنظمة حزم الأحوازية. أهلا بكما. أبدأ مع الكعبي، يعني ربما عقدت المعارضة الأحوازية في أوروبا كوبنهاغن ولندن مؤتمرين مهمين، سنرحل الحديث عنهما إلى ما بعد الفاصل إلى المحور الثاني، لكن قبل ذلك نريد أن نتكلم بالمجمل، ما الهدف المعلن والهدف المبطن أو المبطن للمعارضين الأحوازيين سواء في الداخل أو في الخارج؟ بداية أحييك أستاذ جهاد وأحيي ضيوفك والسادة المشاهدين. طبعا الهدف، عدة أهداف موجودة لهذه المؤتمرات التي حصلت مؤخرا في لندن وفي كوبنهاغن، وطبعا تأتي هذه الأهداف هي لو أذنت لي أستاذ سعد، لو أذنت لي يعني لا أتحدث عن المؤتمرات، أتحدث بشكل عام، يعني هناك معارضة واسعة الطيف، معارضة أحوازية واسعة الطيف لنظام الحكم في طهران،
بشكل عام بعيدا عن المؤتمرات التي سنتحدث عنها في المحور الثاني، ما هدف المعارضة؟ ماذا تريد هذه المعارضة سواء كانت في داخل الأحواز أم في أوروبا، في الغرب، في الخارج؟ نعم أستاذ جهاد، بالنسبة إلى، أنا أنوه إلى كلمة المعارضة، طبعا الحركات الأحوازية الهادفة إلى التحرير فهي يعني مصطلح عن اصطلاح لا نطلق عليها معارضة، وهذا عندنا ملاحظة وتنويه للأخوة الإعلاميين وحتى صراحة النخبة العربية التي تصف الحراك الأحوازي التحرري بالمعارضة. نختلف تماما عن المعارضة الفارسية، نختلف تماما على المعارضة الإيرانية للحكم، نحن لسنا من جزء في هذا الحكم، في هذا النظام الملالي، نحن طلاب حق، نحن نطالب بأرضنا بتحريرها. وهذا جوابا على أيضا سؤالك أستاذ جهاد، بالنسبة نحن كأحوازيين كحركات تحررية موجودة في الميدان تطالب بتحرير كامل أراضيها من النظام الإيراني المحتل الذي احتل الأحواز عام 1925. فهذا الهدف الرئيسي من الحراك الوطني الشامل العام لكل الفصائل الأحوازية في سواء في الخارج والداخل. إلى أي مدى هناك إجماع بين الأحوازيين سواء في الداخل أو في الخارج حول هذا الهدف؟ طبعا هنالك إجماع تام، وهنالك ثورات وانتفاضات منذ بداية العام 1925 الآن تسع عقود، والشعب الأحوازي يناضل من أجل تحرير بلاده. فهنالك تناغم وهنالك تجانس، وهذه التنظيمات الأحوازية ما خرجت إلا من رحم هذا الشعب الأحوازي المطالب في تحرير وطن. طيب حول هذا الموضوع أريد أن أسأل ناصر العوفي يعني من ستوكهولم، يعني قرأنا لبعض المعارضين الأحوازيين الذين أو الذين يعملون تحت سقف حركة التحرر، سمها ما شئت، يعني في أوروبا هم يعيشون، قرأنا لهم يعني كتابات عدة منهم أنهم لا يسمون يعني لا يسعون بشكل واضح ويعني للانفصال أو للاستقلال عن إيران. يعني هنا السؤال هو إلى أي درجة هل ينظر الشعب الأحوازي في الداخل تحديدا، هذا هنا بيت القصيد، إلى السلطات في طهران على أنها سلطات احتلال أم على أنها سلطات مستبدة ظالمة تسلبهم حقوقهم القومية والثقافية وحتى الاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آخر النبيين الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. أحييكم أخي جهاد وأحيي كادر قناة الرافدين الموقرة وأشكركم على استضافتي. أهلا وسهلا. وأيضا أحيي بالضيف الأحوازي الأخ سعد الكعبي. بالنسبة لسؤالكم أستاذ جهاد، تقريبا بشكل عام بصورة عامة تنقسم الحركة الأحوازية في 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 تقسيم كبير إلى شقين، الإخوة أو الحركات والتنظيمات التي تطالب بتحرير الأحواز وتخليصها من براثن الاحتلال الفارسي، والحزب المسمى حزب التضامن الأحوازي الذي يقول بالفيدرالية ويطالب بحصول الشعوب والعرقيات وأصحاب الديانات المختلفة في إيران على حقوقها بالحفاظ على الجغرافيا السياسية الموجودة المسماة بإيران. وهنا نحن وأنا منهم الذين نطالب بتحرير الأحواز، نحن نقول أن هذه الأرض والأحواز، إمارة الأحواز، كانت لها سيادة وكانت مستقلة، ولكن ضمها الفرس بالقوة بالتآمر مع الإنجليز، وهذا معروف جدا ومن خلال كتابات الإنجليز والفرس أنفسهم. لكن يجب الإشارة أن قول الإخوة في الفدرالة هنا يتطابق مع الواقع السياسي للنظام الدولي الذي يرفض تجزئة الدول، وتجربة كردستان كانت تجربة واضحة جدا. وكما قلت مبدئيا نحن نطالب بالتحرير ونريد استعادة سيادتنا السياسية على أرض الأحواز، لكن يبقى هذا خيار إذا تجاوبت معه المعارضة الفارسية. لكن الحكومة الفارسية في الداخل
والمعارضة الفارسية بسارها وإصلاحيوها وإصلاحييها وغيرهم لم يعترفوا بشعوب غير فارسية، يقولون نحن شعب إيران، شعب واحد يعني، وليس لدينا هذا شعوب. ناصر، هذا سنبحثه، لكن ما يهمني من كلامك يعني أنت قلت قسمت المعارضة إلى قسمين، قسم ينادي بالفدرالة، نظام فيدرالي، والقسم الآخر يطالب أو يعمل من أجل التحرر كما أسميته من سلطات كما أسميت الاحتلال الإيراني. السؤال، الذين يطالبون بالفدرالة من المعارضة أو من التحررين الأحوازيين، هل ينطلقون في هذه المطالب من إحساسهم بأنه لا يمكن الاستقلال عن إيران، أم هو كهدف مرحلي منهجي وهناك إيمان عميق بأنهم يعني مستقلون ثقافيا، هوياتيا، قوميا، جغرافيا عن الإيرانيين؟ حسب ما جاء في ميثاق التضامن الأحوازي وموجود على موقعهم، وأيضا أظهروا في عدة مناسبات أنهم يؤمنون بالاستقلال، ولكن يقولون أنهم ينظرون بعين واقعية إلى الظروف الإقليمية والدولية، وبأن النظام الدولي كما أشرت يرفض التجزئة ويرفض أيضا وجود كفاح مسلح وحركات مسلحة على أرض الأحواز، وسوف يصفها بالإرهاب وما شابه. ولهذا يقولون نحن فعليا نتوسل بالفدرالة ونطرح هذه القضية كي لا يقول ولا يشكل علينا الفرس أنفسهم بأننا إرهابيون وبأننا خارجون على القانون ونريد قتل الفرس وطردهم وذبحهم كما يقولون. ولكن المشكلة في هذا الطرح أنه نفس الفرس هم لا يعترفون بأي معارضة أو أي تنظيم قومي داخل جغرافية إيران، لا بالكرد ولا بالبلوش ولا بالأتراك، وبالأحوازيين أيضا لا يعترفون. وهذا هو الذي دائما يناقش في الأوساط السياسية الأحوازية وداخل البيت الأحوازي. نعم. نعم. معذرة سعد، بالنسبة لإيران، طهران، كيف تنظر إلى إقليم الأحواز سواء في أدبياتها، في سياستها، كيف تتعامل، ما هو موقع الأحواز في السياسة والأدبيات والثقافة الإيرانية؟ طبعا الشعب الأحوازي، وإن صح التعبير هو القطر الأحوازي، طبعا هذا الشعب له ثقافته وله خصوصياته القومية والاجتماعية، وهو مختلف تماما عن باقي الشعوب الأخرى التي تم احتلالها من النظام الفارسي. طبعا كما نعرف جميعا بأن ما يسمى الآن بإيران الجغرافيا السياسية تحتوي تقريبا إلى 6 إلى 7 أطياف وعرقيات مختلفة، والشعب الأحوازي هو أحد تلك الشعوب التي يعني المسمى غير الفارسية، كالشعب الكردي والتركماني وأيضا البلوشي وغيرها من الشعوب الموجودة. وكل شعب له ثقافته وله خصوصياته التي يحتفظ بها، وهو مختلف تماما على ما النظام أو النظام الفرس تماما هو طبعا نختلط. فهذه خصوصية، وهذه تعطيك أيضا مؤشر كبير نحو استقلالية تلك الشعوب عن المركز أو عن ما تسمى بإيران الفارسية أو بلاد فارس سابقا. فهذه هي المرتكزات الأساسية التي ترتكز عليه تلك الشعوب من أجل انطلاق نحو الانفصال ونحو التحرير، وهنالك وهي مؤمنة هذه الشعوب بتلك الأهداف، وهي أهداف تاريخية أزلية موجودة لتلك الشعوب، وهي تناضل منذ عقود وهي تريد أن تحقق تلك الأهداف التي القومية لتشكل، ومن حقها وهو ما يثبته لها ويعطيها الحق كل القوانين والشرائع السماوية بأن لكل شعب له حق أن يكون له كيان خاصا. طيب فيه سعد، يعني تابعنا في الأشهر الأخيرة، يعني العام الماضي اغتالت أحد القياديين الأحوازيين المخابرات الإيرانية، أو ما يفترض أنه أحد عملاء المخابرات الإيرانية وهو أحمد مولاه، ثم هناك كانت محاولات لاغتيال القيادي البارز حبيب جبر في أمستردام. السؤال هو يعني
وجود معارضة واسعة في أوروبا وحتى في بعض الدول العربية أو حركة تحرر عن إيران، إلى أي مدى أو كيف ينعكس على واقع الأحوازيين، على واقع إقليم الأحواز العربي داخل إيران؟ يعني إن فهمت مقصدك من السؤال أستاذ جهاد، طبعاً يعني هذه الأمور تعكس تماماً بأن هنالك تحرك يعني مزعج من الأحوازيين ما يسببه للنظام الإيراني. فإذا هنالك أهداف قد تتحقق في القريب العاجل، ومدرك النظام الإيراني بأن الشعب الأحوازي. معذرة سعد، إنما قصدت يعني كيف ينعكس وجود الأحوازيين المعارضين في أوروبا أو التحرريين، كيف ينعكس على واقع إقليم الأحواز في الداخل وعلى الشعب الأحوازي في الداخل؟ طبعا هذا مفيد جدا، وهذا أيضا يعني أنا التحرك الخارجي بالنسبة إلى التنظيمات الأحوازية هو تحرك يعني يأتي في إطار تحقيق الأهداف، هدف الشعب الأحوازي، فهذا بالتأكيد ينعكس انعكاس إيجابي جدا. ومثل ما قلت يعني أستاذ جهاد بأن كل هذه الاستهدافات التي يعني تستهدف ممكن الحركات التحررية خاصة، لأن نجد أن إيران قد تريد أن تصفي تلك التحررات تلك القيادات التحررية الموجودة في أوروبا، ولهذا هي أيضا تشوه صورتها بأن تعطيها النمط أو بصورة صورة الإرهاب، تريد أن تلصق بها صورة الإرهاب حتى توقف هذا الحراك الأحوازي الذي يضغط على 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 الحكومة أولا، وأيضا يؤثر بأثر إيجابي على معنويات الشعب في الداخل. لهذا يؤثر بأثر إيجابي على معنويات الشعب في الداخل، لكن ألا يؤثر تأثير مادي بمعنى اعتقالات، عمليات إعدام، تغيير ديموغرافي إلى آخره؟ هل يحصل هذا في الأحواز؟ بكل تأكيد، لكل يعني هذا ضريبة انتزاع الحقوق أستاذ جهاد. فمن المؤكد أن النظام الإيراني يسعى إلى وقف هذه الأهداف للحركة، وهنالك أيضا يعني ردود فعل قاسية، خصوصا بعد خاصة اللي احنا شفنا هنالك العمل اللي حصل في 22 ديسمبر سبتمبر الماضي، هجوم الأحواز وانعكاساته. وطبعا إيران أيضا استغلته استغلال كبير بالاعتقالات العشوائية، وأيضا صدور أحكام مؤخرا إلى أكثر من 22 شاب أحوازي من النشطاء الأحوازي الذين ليس لهم علاقة في أي عمل عسكري، وإنما هم نشطاء مدنيين. وهذه الحجة التي تريد يعني تستغلها إيران بأن هؤلاء انفصاليين، هؤلاء إرهابيين، وهي تعتقل وتعدم وتضطهد هذا الشعب بأكمله. والآن حولت الأحواز إلى ثكنة عسكرية وسجن كبير تعاقب الشعب الأحوازي برمته. فهذا هو ما تريده إيران من الاستفادة من هذه الأعمال. صحيح هنالك استغلال للضرب، ولكن إيران تضخم كثيرا هذه الأمور حتى تكون لها الذرائع لاضطهاد الشعب الأحوازي. طيب هنا أسأل ناصر، يعني إيران، طهران تفيد كثيرا من إقليم الأحواز بما فيه من ثروات طبيعية تحت الأرض ومياه جوفية وأنهار إلى آخره. من المفترض في ظل هذه الحالة والفائدة الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها الأحواز للاقتصاد الإيراني، ينبغي أن تحافظ على استقرار هذا الإقليم، أن تدعم شعبه، أن توفر لهم معيشة كريمة. الواقع أنه يحصل العكس، سياسة تفقير، تغيير ديموغرافي، تفريس إلى آخره. لماذا تزرع بذور الفتنة والاحتقان في إقليم هي تحتاجه أن يكون مستقرا برأيك؟ الأستاذ جهاد، بالنسبة للشعوب اللافارسية في جغرافية إيران، الأحواز لها خصوصية مهمة جدا، وهي أنها عربية وإنها جارة للعراق وامتداد طبيعي جغرافي للعراق وجارة لأشقائها في الخليج العربي. وإيران تنطلق من رؤية عنصرية شعوبية أكثر من ما هي اقتصادية، وإلا لقامت بتوظيف مثلا للأحوازيين، ولا مثلا سمحت بتدريس اللغة العربية خاصة بعد
الثورة في 79، ولكن دائما يزيد البطش والقمع والتنكيل والتجويع وتلويث البيئة على حساب أنهم عرب، وحتى أن بعض من الشعب الأحوازي جزء من الشيعة، هذا لا يسمح حتى لهذا المشترك، لا يسمح للفرس أن يكونون مثلا في تعامل خاص معهم أو يعطون بعض، يعني القول أن سياسة إيران تجاه الأحواز ترتكز على يعني بعد شعوبي قومي عنصري إلى آخره، أليس فيه شيء من مناقضة الواقع؟ وأنت تعرف أن هناك لإيران حلفاء عرب في المنطقة، يعني نتحدث عن حزب الله، نتحدث عن ميليشيات في العراق، نتحدث عن ميليشيات مماثلة في اليمن. ولكن هؤلاء الحلفاء العرب للفرس ماذا فعلت بهم؟ هي تضحي بهم، تضحي بسوريا وتقتل السوريين وتقتل العراقيين وتفجر حتى الأضرحة الشيعية في العراق وتقتل اليمنيين، وما هو هدفها إلا التوسع والتمدد والتفكير بإعادة الإمبراطورية الساسانية ولا كسرى بعد كسرى. ودائما هذا الاتجاه كان موجود منذ نشوء البهلوية الأولى بمجيء رضا خان، وكانت مجموعة من المثقفين الفرس طرحوا هذه الفكرة العنصرية ووافق عليها رضا خان، وهي التوسع والتمدد باتجاه العرب خاصة، وأن الفرس قد خسروا في معاهدتي غولستان وتركمانشاي، خسروا الأراضي الإيرانية في الشمال باكو وأذربيجان. والخصوصية الثانية للأحواز هي أن الشعوب الأخرى مثلا الكرد، أو الكرد يشتركون مع الفرس في أنهم يدعون أنهم من العرق الآري، ونفس المناسبات لديهم مثل نوروز وغيرها. والأتراك الأذربيجانيين متوسعين ومتبعثرين في إيران، فلا يفكرون حتى يفكرون بالفدرالية أكثر من ما يفكرون في أن يكونوا دولة. وأيضا الأتراك، يعني طهران أكبر مدينة تركية في العالم كما قرأت، وهذا أيضا يضيف أنه الأحواز لها هذه الخصوصية أنها عربية وأنها جارة للعراق، ودائما تريد أن تستعيد استقلالها وسيادتها بالعكس من الآخرين. نعم، وصلنا إلى موضوع المؤتمرين اللذين عقدا في لندن وكوبنهاغن، وهما مؤتمران يعول عليهما المعارضون أو التحرريون الأحوازيون كثيرا، نريد أن نبحثهما، ولكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نواصل الحديث بعده. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الأحواز وتعامل طهران مع هذا الإقليم العربي. أذهب إلى سعد الكعبي، يعني مؤتمرا لندن وكوبنهاغن اللذين عقدتهما المعارضة أو الحركة التحررية الأحوازية في أوروبا، يعني سبقهما مؤتمرات عدة نظمها الأحوازيون في أوروبا، ما الجديد في هذين المؤتمرين برأيك؟
طبعا بالنسبه الى المؤتمرين، لربما تكون هنالك يعني بعض الاهداف ممكن ان تكون اهداف متكرره وايضا اهداف جديده، وخاصه انها تاتي بظروف بعد يعني موقف الولايات المتحده والعقوبات الامريكيه وايضا محاولات ايران لاغتيال الاحوازيين، وايضا موقف الدنمارك، وخاصه ان هنالك مؤتمر حصل في بريطانيا لندن وفي الدنمارك، فهذا له اهميه من جانب. طبعا هي ديمومه الاستمرار في استاذ جهاد والعمل نشاط الاحوازي في الخارج مهم جدا الذي يوازي العمل الداخلي، فهذه ضروره ايضا تعطي اهميه كبرى لهذه المؤتمرات. لكن ينبغي ان يضيف للعمل الداخلي، وينبغي ان يراكم هذه التجربه السياسيه. من هنا اريد ان اسالك، ماذا قدم هذان المؤتمران ولو بالنذر اليسير للقضيه الاحوازيه برايك؟ استاذ جهاد، انت تجرني الى ماساه للاسف الشديد. طبعا الاحوازيين لا يستطيعون لوحدهم من غير غياب الموقف الرسمي العربي الداعم بنوع عمومتهم أيضا، وهذا يعني جرح كبير عندما نريد أن نقول أن على الأحوازيين أنهم يجب أن يواجهوا العالم كله حتى يحرروا بلادهم، وهذا أمر يعني شبه مستحيل أو يكاد مستحيل جدا. فللأسف الشديد لا الموقف العربي سليم باتجاه القضية الأحوازية، وليس هنالك أي دعم لهذا الشعب العربي الذي عانى ما يعانيه من 100 سنة الآن راح يصير له وهو محتل. للأسف الشديد تخلوا عنا كل العالم، العرب، الجوار العربي، دول الخليج ومصر والشام وكل هذه، ونريد يعني الآن من يعني الأحوازيين أن يقدموا انطلاقا من هذه الجديد. انطلاقا من هذا الوصف الذي تقوله، هو يعني هل يمكن القول إن هذين المؤتمرين هما فقط لإثبات الوجود؟ طبعا هو لإثبات الوجود أولا، وأيضا أنا ذكرت لك هنالك أحداث مهمة وهنالك رسائل من عبر هذان المؤتمران قد أوصلت للجهات كثيرة، وخاصة عندما يكون في قلب أوروبا هنالك التباين الأوروبي في الموقف تجاه إيران، وبعد العقوبات الأمريكية على إيران بعد الانسحاب من المعاهدة الاتفاق النووي مع إيران، فهذه كلها معطيات كثيرة. أيضا هنالك رسائل، هنالك الموقف الأوروبي الداعم، هنالك الدنمارك ودول أخرى تدعم باتجاه فرض العقوبات جديدة على إيران، وهنالك مثل ألمانيا وغيرها التي تريد أن تخفف وطأة هذه العقوبات. فإحنا هنالك في تناقضات شديدة موجودة في الموقف الأوروبي، وأهمية إبراز الدور الإيراني الإجرامي تجاه الشعب الأحوازي وتجاه الوطن العربي وأيضا تجاه المعارضين السياسيين وايضا القيادات الاحوازيه وغيرها من الشعوب غير الفارسيه الموجوده في اوروبا، الذي يخترق وينتهك كل الاعراف الدوليه والقوانين الموجوده، وهو يوصل حتى الان. حتى بالمناسبه استاذ جهاد، عنوان المؤتمران هو الارهاب الايراني العابر للحدود، وهذا جدا رساله مهمه يجب ان يعيها العالم من خلال هذان المؤتمران. نعم، حقيقة يعني الموقف العربي الرسمي من الأحواز ملف سنتطرق إليه بعد الفاصل في الجزء الأخير من هذه الحلقة، لكن أريد أن أسأل ناصر في ستوكهولم، يعني هل ترى من أهمية حقيقية في هذا الوقت لمثل هذه المؤتمرات؟ طبعا أنا أرى كذلك، لأن الآن هناك حصار كبير على إيران من جانب الولايات المتحدة على أثر تدخلها في الدول العربية وفي العالم ودعمها للميليشيات والحركات الإرهابية في جنوب أمريكا وتقريبا في كل العالم، وسفاراتها أصبحت أوكار للتجسس على الدول، وكما الآن أخيرا حدث في القبض على أشخاص من حسينيات أو مؤسسات دينية إيرانية تابعة للسفارة الإيرانية في السويد والدنمارك، ونواياها في تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات أحوازية. فتأتي أهمية
هذه المؤتمرات. من هذا الجانب أيضا الآن هنالك غليان شعبي كبير لعمال الأحواز لرفضهم لتعويق رواتبهم ولم يدفعوا لهم رواتبهم، وهذا أيضا من الخصوصية التي ذكرت قبل قليل في استهداف الفرس الأحواز. وهذه المشكلة مثلا الآن في الوقت الحالي لا تحدث مثلا في طهران أو إصفهان أو في الشمال أو في الجنوب، فقط في الأحواز يتم هذا. والاعتقالات التي طالت أكثر من 1000 أحوازي ناشط حقوقي أو مدني أو ناشط ثقافي أو مسرح أو فنون هكذا يتم فقط في الأحواز وليس في الأقاليم الغير فارسية الأخرى. حقيقة يعني أنت وسعد تتحدثان عن أهمية مثل هذه المؤتمرات، لكن أريد أن أسأل سعد، إن الشعب الأحوازي وأنتما تتفقان على أنه يعاني في الداخل ويضيق عليه ويعتقل، تعتقل نخبه إلى آخره، يعني هناك الكثير من أسهم النقد توجه للتحرريين أو المعارضين في الخارج على أنهم مشتتون منقسمون فيما بينهم، وحتى فوق هذا الانقسام والتشتت تحدث انشقاقات ضمن المجموعة الواحدة. أليس الأولى والأحوج بالنسبة للقضية الأحوازية والشعب الأحوازي هو يعني الاجتماع والتوحد بدلا من عقد هذه المؤتمرات على ما وراءها من خلاف وتفرق بين الأحوازيين؟ نعم أستاذ جهاد، بالنسبة إلى طبعا انعقاد مثل هذه المؤتمرات أنا أعتقد ليس لها علاقة بتوحيد الصف الأحوازي، إنما الصف الأحوازي يجب أن يأتي هو عبارة عن هو انطلاق من رغبة حقيقية لدى التنظيمات الأحوازية في انتشال هذا الواقع السيء الذي ورثناه للأسف من الواقع العربي الشامل. فالأحواز لا يختلفون عن العرب أيضا، ولهذا وهذا إثبات لعروبية الأحواز على فكرة أستاذ جهاد، هذا من باب الطرفة. فإذا نحن نتمنى صراحة، وهذه دعوة من هذا المنبر من قناتكم الكريمة، إلى يعني توحيد هذه الجهود صراحة. طيب لماذا الأحوازيون منقسمون؟ هل فقط لأنهم عرب كما تفضلت قبل قليل، أم أن ثمة أسباب خارجية مثل تعدد الرعاة، الممولين، الداعمين؟ طبعا أستاذ جهاد أنا بإمكاني أني أسرد لك كثير من الأسباب باختصار. ولكن للأسف لا أريد أن أشير إلى شخص أو جهة أو ما، ولكن هنالك مندسين وهنالك المخابرات الإيرانية تلعب دور كبير في شق الصف الأحوازي. هنالك لربما للأسف من يريد أن كان يريد أن يفيد ولكن أساء الإفادة هذه وانعكست على واقع يعني انعكست بالشكل السلبي، وهنالك لربما موقف أو جهة تدعم جهة على حساب جهة وتريد أن تفرض جهة على الآخرين، وهذا مرفوض شعبيا أحوازيا. نحن نريد دعم حقيقي من جهة واضحة تريد الخير للشعب الأحوازي، تجمع الأحوازيين قاطبة إلى طاولة مستديرة ينطلقون بكل بتمثيل شامل موحد لكل الشرائح والأطياف والفصائل الأحوازية. هذا ما نريد أستاذ جهاد، لا نريد صراحة هنالك للأسف بعض الجهات، يعني أنا أريد أتكلم صراحة هنا، لا أريد أن أجامل ولا أريد أن أتستر على للأسف الشديد أستاذ جهاد، هنالك من يريد أن يستخدم الأحواز والأحوازي كورقة لمشروع أو لهدف ما مؤقت، وليس نحن لا نريد أن نكون ورقة، نحن نريد أن نكون قضية مركزية عربية مبدئية للشعب العربي، هذا ما نريده. طيب نقاط مهمة أريد أن أبني عليها وأسأل ناصر، يعني أنت تحدثت قبل قليل عن تغيرات في المزاج الدولي من إيران، عقوبات أمريكية مشددة إلى آخره، برأيك أو بالنسبة لك على الأقل، هل تلحظ جهدا سياسيا ملموسا وواضحا وحرفيا إذا صح التعبير من قبل الأحوازيين لاستثمار هذا الموقف والمزاج الدولي الجديد من إيران، استثماره في صالح قضيتهم الأحوازية؟ أنا بس خلني أرجع وأقول أولا يعني هي نفس هذه احنا نشوفها في الظاهر
الممارسات أو التعاملات أو السلوكيات السياسية حول حصار إيران، لكن في الحقيقة لا نؤمن بها حتى تطبق ونراها على أرض الواقع. فنحن نعمل ما علينا في لم الشمل ولملمة الطاقات وما نسعى إليه في الإعلام. نعم. وهناك شعبنا في الداخل يتحرك، وإذا يريد أن يحسب على مثلا مزاج الغرب ومزاج أمريكا، فللأسف نحن لدينا التجربة العراقية مثلا والتجربة السورية والتجربة اليمنية، ودائما الغرب ك يعني أنظمة تنظر إلى منافعها أكثر مما تنظر إلى حقوق الشعوب، وخاصة الشعب العربي في الأحواز الذي تقريبا هو خارج هذه الدائرة. هم يفكرون في المعارضة الفارسية التي سوف تكون بديلا للحكومة الموجودة في طهران، فربما هذا لا يخدمنا أيضا. لذلك نحن نعول على أنفسنا، على طاقاتنا وكفاءاتنا، وعلينا أن نتطور، وعلينا أن نوسع آفاق الفكر والمعرفة، وأن نتآخى نتكاتف كي نكون جاهزين لأي حدث يحدث في جغرافية إيران السياسية، ونكون نتولى الوظائف والمهام والواجبات، ولا تفوتنا أي فرصة في هذا التبديل وفي هذا الشفت والعملية السياسية التي سوف تحدث في المستقبل إن شاء الله. نعم، قبل أن أذهب إلى الفاصل أريد أن أسأل سعد، يعني تحدثت عن ضرورة توحيد الجهود وسعيا لتحرير الأحواز، السؤال هو الآلية، الكل يريد هذا، هل هناك تصور من قبل المعارضة أو حركة التحرر الأحوازية، هل هناك تصور لتحقيق توحيد هذه التكتلات والتيارات والأحزاب والجماعات الأحوازية المنفرط عقدها في أوروبا؟ نعم أستاذي الكريم، هنالك صراحة يعني أقيمت عدة مشاريع تسعى إلى توحيد الصف الأحوازي، ولكن أيضا تنقص هذه المشاريع إلى أيضا الراعي الرسمي، يعني حتى لو توحد الساب جهاد الأحوازيين مثلا، يعني ما هي إذا لم يكن هنالك راعي معترف بهذا الحراك، أتصور أنه لا يكون له فائدة. لربما من يعني يقول كيف هنالك عفوا يعني دعني أختلف معك سعد، دعني أختلف معك بهذه الجزئية، يعني من أين يأتي الراعي لمجموعة من الأحزاب مختلفة فيما بينها، لا تملك توحدا ولا تنظيما ولا حتى موقعا إعلاميا، يعني يستحق أن يكون هناك راعي لهذه الحركات، يعني توحد ثم يأتي الراعي؟ لا، كل يعني الحركات التحررية الموجودة في التاريخ أستاذ جهاد، هنالك يعني صدر يعني وحدتها كثير من الدول. مثلا لما نقول احنا على القضية الفلسطينية مثلا، والحركات الفلسطينية وحدها الراعي العربي، الموقف العربي الداعم للقضية الأحوازية، وهنالك نعم. راعي وحدها، وهنالك كثير من ايضا هنالك، انا اتكلم عن العرب، وهنالك كثير من الحركات التحرريه موجوده في العالم، يجب ان يكون هنالك راعي. صدقني طيب. استاذ جهاد، احنا يعني هنالك مشكله حقيقيه، هنالك عدم الاعتراف الى الان كعرب، نحن كاحوازيين الى الان من العرب بان قضيه عربيه. طيب يعني ما رأيك أن نرحل هذه الجزئية الآن إلى ما بعد الفاصل لكي نستفيض في الحديث عنها لو أذنت لي سيد سعد، فاصل أخير ونستكمل بعده ما تبقى من هذه الحلقة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. ناصر، هناك من العرب الآن، من الدول العربية، من يتبنى خطابا معاديا بشكل واضح للسياسات الإيرانية في المنطقة. إلى أي مدى يمكن للأحوازيين الإفادة من هذا الموقف العربي المتطور تجاه إيران؟ ما نريد أن نقوله بالنسبة للأشقاء العرب بصراحة أن هناك تقصير وتهميش للأحوازيين في هذه المعركة. الأيام أثبتت وخاصة في العقود الأخيرة أن الأحواز لاعب كبير في الصراع الفارسي العربي، وكانت الدولة العراقية من بداية تأسيسها وتضخم هذا الدعم والإسناد العراقي للقضية الأحوازية من خلال الدراسات والكليات وطرحها للقضية الأحوازية، ثم في تبنيها جيش الأحواز في داخل العراق. ولكن العرب اليوم ومنها الدول العربية في الخليج لا تستثمر الطاقات الأحوازية الإعلامية والسياسية طب ما دوركم أنتم؟ هناك تقصير من قبل دول الخليج العربي، ما دوركم أنتم كمعارضة في تحفيز هذه الدول لاستثماركم بالمصلحة، بما يعود بالمصلحة لكم ولهم؟ أستاذ جهاد، أنا أكرر نفس الإشكالية اللي أشار عليها الأخ سعد حول المعارضة. المعارضة الفارسية تتقسم إلى يسار وإصلاحيين وفرس، فنحن طلاب استقلال وطلاب حق، نختلف عن الفرس في هذا الاتجاه. طبعا الصراحة الآن أنا لما أنظر إلى نفسي أجد نفسي الآن أنا في السويد، والأخوة الآخرين الآخرون كل واحد يجد نفسه في دولة غربية، وهذا يفترض أن نكون نحن في المؤسسات ومراكز الدراسات والقنوات العربية والإعلام العربي، وأن يتم استخدامنا في مواجهة هذا التمدد والتوسع الفارسي. نحن فقط أنا أؤشر إشارة جدا قصيرة حول استخدام الدولة الفارسية المعارضة العراقية بكل أطيافها. كان هناك تقريبا 20 طيف أو تيار عراقي معارض من حزب الدعوة، لأن إيران لديها مشروع، وهذا الاستخدام وظف في صالح المشروع الإيراني. أما العرب فليس لديهم مشروع، لا يوجد دولة عربية لديها مشروع. هو هذا هي مشكلة كبيرة، أنه وهي هذه ترجع إلى بنية وتأسيس هذه الدول العربية بأن ليس لها مؤسسات. هذه المشكلة يعني، وهذه تنعكس على شكل التعامل مع الأحوازيين. لكن يعني نكون متفائلين ويعني نتمنى بالمستقبل أن ترفع خطوات جدية ومهمة في هذا الاتجاه حول استخدام الأحوازيين في هذا الحرب. حتى نرجع تاريخيا، لما أتوا العرب الفاتحين ودخلوا العراق ودخلوا أرض السواد، فكانوا بنو تميم وطي وغيرها من القبائل العربية كانت هي من الطلائع للفتح، وفتحوا نعم. تستر وثم نهاوند والأرض، يعني تاريخيا حتى إذا نظرنا إلى هذه المهمة. ولكن يجب على الاستراتيجيين والمخططين العرب والكبار في السياسات الخارجية العربية أن يفكروا مليا بهذا الموضوع، ولا يتخوفوا ويخشوا إيران. فإيران بالواقع ليست على هذه العظمة التي نعم. صنعتها في أذهان العرب. نعم. طيب أبقى مع التاريخ يعني، وأسأل سعد، يعني تاريخيا جامعة الدول العربية عشرات الاجتماعات عقدتها لم يكن الهم الأحوازي حاضرا في واحد منها ربما على الأقل. لماذا غابت الأحواز عن اجتماعات الدول العربية برأيك؟ طبعا ملاحظة وتنويه بأن في عام القمة في القاهرة في 64 قد تناولت القضية الأحوازية، وأيضا قضية عربستان كانت تطلق عليها، وأيضا فرضت
وأقرت في حتى في المناهج الدراسية لبعض الدول العربية مثل مصر وسوريا آنذاك. ولكن سرعان ما تلاشى هذه القرارات. أريد أن أوصل بأن الإرادة العربية لو كانت هنالك إرادة عربية لا الآن اختلف وضع القضية الأحوازية. ولكن الآن للأسف الشديد العرب مسلوبو الإرادة أو مسلوبو الإرادة. فللأسف هنالك القرار بيد العمسام. وهذا إذا ما جاء القرار من العمسام سوف تتحرك هذه القضية الأحوازية. وعلى الأحوازين أن لربما هنالك ما لا أقول هنالك تعويل على الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن لربما نحن نعتمد على الرقم الصعب للقضية الأحوازية للشعب الأحوازي في أي تقرير أو أي طارئ يحدث في إيران. فنحن شعب نعرف أننا رقم صعب نمتلك من الثروات التي يعني النفطية والغاز والمعادن والموقع الجغرافي مما يجعلنا يعني في حساب أي تغير في المستقبل، ومما يجعل إيران تستميت في سبيل منعكم من حصول على أي حق أنتم ترونه. نعم، يعني لو أذنت لي أريد أن أختم مع قبل أن أتحول إلى ناصر، هل يمكن أن تختم بدقيقة ماذا تريد أن تقول؟ تفضل. أريد أن أقول باختصار، نحن صراحة نريد أوجه الرسالة إلى العرب وإلى العالم، خاصة إلى إخواننا في العرب. هنالك مشروع إيراني خطير سوف يأكل الأخضر واليابس، وإن لم تكون هنالك إرادة عربية حقيقية في إنقاذ هذه الأمة عليكم أن تنصروا القضية الأحوازية وكل قضايا وقضايا الشعوب المحتلة على يد إيران، وهذا النظام يشكل الخطر الحقيقي للدول العربية وإلى العالم الإسلامي. فعلينا أن نوحد تلك الجهود وأن لا نستخدم هذه القضايا ومعاناة الشعوب من أجل ورقة للحفاظ على عروشنا وسلطاتنا. نعم، وصلت الفكرة. أختم مع ناصر، يعني إيران صار لها أعداء كثر، لكن كل هؤلاء الأعداء سواء من الغرب أم من الشرق، من العرب أم من العجم، لم تصل يد أي منهم إلى الأحوازيين لمساعدتهم في التأثير على إيران، لماذا؟ باعتقادي هذا يرجع الأمر هذا إلى وجود الاتفاقيات والبروتوكوليات الدولية التي وقعت عليها هذه الدول وأصبحت أعضاء في مجلس الأمم المتحدة. نعم. وهذا يمنعها من التدخل بالدول الأخرى. فإيران بعد الثورة الإيرانية، يعني قبل الثورة الإيرانية في الحكومة البهلوية الأولى والثانية ما كانت تتدخل بهذا الشكل الموجود، أصلا لم يكن لها خطابا لائقا يناسب التدخل والتمدد والتوسع، لكن بعد ثورة 79 وجدت هذه الحجة وهذا الخطاب للتدخل أولا في العراق وثم في دول الخليج العربي، وأنها أعلنت أن على مكة أن تعود إلى المسلمين وتدويل الأراضي المقدسة وما شابها من هذه الخطابات. وهنا وجدت لنفسها الكتل الشيعية العربية الموجودة في هذه الدول واستغلتها كمنصة لإظهار أو لبث الفتن وما تفكر فيه أن في المستقبل أن تتوسع وتتمدد في هذه الدول العربية. في المقابل يجب أن تكون دولة عربية بهذه العقلية أو تقابل هذه العقلية، لديها برنامج، لديها فكر توسعي وتمددي في داخل إيران. نعم. عليها أن تفكر في التاريخ، عليها أن تفكر في استعادة إصفهان وخراسان وكيف كانت خراسان عاصمة الدولة العربية. وإذا توجد هذه الدولة العربية بالتأكيد سيكون هناك توازن سياسي قوي جدا، وسيكون الأحوازيين هم اليد الأم. نعم. اليمنى لهذا التوازن. أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي من ستوكهولم ناصر العوفي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومن أمستردام سعد الكعبي رئيس المكتب الإعلامي لمنظمة حزم الأحوازية. شكرا لكم مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.